بأمر الله في الفيديو ده هحل معاكو أسئلة من أسئلة Lesson 2 Law of Levers using المعاصر Book in Science for Primary 6. هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Put true in front of the right statement and false in front of the wrong ones incorrected. أول حاجة the force multiplied its arm equal the resistance multiplied its arm. هو هنا بيتكلم عن اللو اوف ليفرز، الكونسبت بتاعه او الديفينيشن بتاعه، فهي ترو. تاني حاجة ذا ريزيستنس ارم، الريزيستنس ارم از ذا ديستنس بتوين ذا ريزيستنس فورس اند ذا فولكرم، هي دي بتبقى اسمها ايه؟ الريزيستنس ارم، الديستنس والميجرنج يونت بتاعتها بتبقى السنتيمتر او المتر، الديستنس بتوين الريزيستنس فورس والايه والفولكرم، فدي ترو. تالت حاجة بقى when the force arm is equal to the resistance arm، ال force arm اللي هو ال distance دي equal to ال resistance arm اللي هي ال distance دي، فبنقول على ال lever ده conserves effort، هنقول false. ليه؟ لأن لو هما equal لبعض، يعني لو ال distance دي قد ال distance دي، فمعنى كده أهو، يعني لو ال arm ده قد ال arm ده، فمعنى كده إن ال force قد ال resistance، فأنا كده ما وفرتش حاجة، انا كل الفورس اللي عملتها وديتها في الريزيستنس. امال انا علشان اعمل كونزيرفنج لازم يكون الفورس ارم ماله؟ لازم يكون الفورس ارم لونجر زان، لونجر زان ذا ريزيستنس ارم، يعني شيل از ايكوال تو دي واقول از لونجر زان ذا ريزيستنس ارم، لونجر ال او ان جي اي ار زان تي اتش اي ان ذا ريزيستنس ارم زين ذا ليفر كونسيرفز اوف ايفورت. افكركم بالرسمه، اول حاجه مثلا لو الايفورت فورس ارم صغير، يعني شورتر زين الريزيستنس ارم هو اللي كبير، فده معناه ان الايفورت فورس هتبقى كبيره، يعني لو الايفورت فورس ارم لو الارم صغير يبقى الفورس بتاعته كبيره، ماشي كده؟ طيب اكبر من الريزيستنس ارم، يعني لو ده الصغير وده الكبير فعلى طول الفورس يبقى الايفورت فورس هو الكبيره والريزيستنس فورس هي الصغيرة، فده معناه ان doesn't conserve. doesn't conserve ليه؟ لان بصوا كده للفورسز بقى، خلاص سيبوكم من الارض، لو الايفورت فورس اللي انا عملتها عملت حاجة كبيرة عشان ارفع حاجة صغيرة، الريزيستنس هي الحاجة اللي بتطلع من البادي اللي انا عايز اعمل له ليفتن صح او ارفعه، فده معناه ان انا بذلت مجهود كبير، يبقى انا كده ما وفرتش حاجة، ما وفرتش الفورس بتاعتي. الكيس التانية ان لو الارم بتاع الفورس هو اللي كبير والريزيستنس ارم هو اللي صغير، فده معناه ان الايفورت فورس طالما الارم بتاعها كبير يبقى الايفورت بتاعتها صغيره، ماشي كده؟ وطالما الريزيستنس ارم صغيره يبقى الريزيستنس فورس كبيره، فده معناه ان عملت ايفورت صغير، ايفورت فورس صغير علشان ارفع حاجه كبيره، فاه فده اقدر اقول ان انا عملت ايه كونزيرف. الكيس التالته اللي موجوده في السؤال بتاعنا هو لو ان الارم هنا ايكوال للارم هنا، فده معناه ان الفورس هنا مفيش حد اكبر من التاني قد الفورس هنا، طب ده معناه ان انا ما وفرتش؟ اه ما وفرتش، ده هو ببساطه كل اللي عملته راح للريزيستنس، فانا كده ما وفرتش حاجه، انا اه ما بذلتش مجهود كبير بس بذلت مجهود قد الريزيستنس، لا علشان اقول ان انا عملت كونزرفيشن للايفورت لازم الايفورت اللي انا عملته يبقى صغير، فده برضه هي ايه does not conserve، ماشي كده؟ اللي هي الكيس بتاعي. when the resistance arm ال resistance arm is longer than the effort arm، يعني لما ال resistance arm هو اللي يبقى أكبر من ال effort arm، يعني ال effort arm صغير، فده معناه إن أنا عملت conservation؟ لأ. ليه؟ لأن لما ال resistance arm يبقى كبير فده معناه إن ال resistance force صغيرة وال effort force أكبر منها، فأنا عملت كده مجهود كبير عشان أرفع حاجة صغيرة، يبقى ده doesn't إيه conserve، اللي بيبقى دايما في ال third class ليفر. فخلينا نقول فولس ونخلي دي ايه is shorter than او smaller than لو انتم ما عرفتوش تكتبوا shorter than. طيب when the resistance arm is shorter than the effort arm the lever doesn't conserve effort، العكس بقى غلط، دي فولس. ليه؟ لما الريزيستنس ارم خلينا ناخدها اهو، الريزيستنس ارم هي اللي صغيره والريزيستنس فورس او الفورس ارم كبيره، فده معناه ان الريزيستنس فورس صغيره
والريزيستنس فورس عفوا كبيره، ما دي اهي صغيره يبقى دي كبيره ماشي كده، والايفورت فورس هي اللي صغيره يعني المجهود اللي انا هبذله صغير، فده ازاي بقى دازنت كونزيرف؟ لا هنشيل دازنت خالص بس يبقى كونزيرف افورت. طيب if the arm of force is shorter than the arm of resistance، طب دي ليها تصحيح تاني، اه when the resistance arm is longer than، لو قلنا longer than يعني نشيل shorter than ونحط longer than ونكمل الجملة عادي، برضو ده تصحيح تاني. if the arm of force is shorter than the arm of resistance the lever conserves effort، برضو false. لو الارم صغير، لو الارم بتاع الفرس صغير، الارم بتاع الفرس هو اللي صغير، معنى كده ان الفرس اللي هبذلها كبيرة صح، فعلى طول لا مش هيعمل conservation. طيب ممكن عارفين نحل بقى من غير ما نقول بقى ايه، من غير ما نقارن حاجتين، يعني مثلا لو الارم صغير يبقى معنى كده ان الايفورت هتبقى كبيرة صح، فيبقى كده مش conservation. طب لو الارم كبير فمعنى كده ان الايفورت صغيرة، يبقى كده هيعمل conservation من غير ما نبص اصلا على الريزيستنس، مفهوم؟ يبقى if the arm force is shorter than the، ممكن نعملها longer than، وممكن ما نحطش longer than خالص ونحط doesn't conserve. the effort force is measured in centimeter or meter، لا هو السنتيمتر والمتر هي حاجات بتقيس الديستانس، فالديستانس دي اللي هي الايفورت ايه arm، يبقى ممكن نكتبها الفورس arm ماشي كده. The length of the force arm and the length of resistance arm determine the value of effort force and resistance force. دي true. true ليه؟ بصوا كده سيبوكم من دي ماشي، الارم بتاع الفورس ده بيحدد هل الفورس ده هتبقى كبيرة ولا صغيرة ازاي؟ مش انا بقول لكم لو الارم صغير الفورس هتبقى كبيرة، والعكس لو الارم كبير ال effort force هي اللي هتبقى صغيرة، وبالتالي دي اللي بتحدد دي صح كده. وعموما لما زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان اي تو فيزيكال كوانتيتيز زي الفورس والارم كده معمول لهم ملتبلاي في بعض بيبقوا عكس بعض، لو حد كبير يبقى التاني صغير، بغض النظر انا بتكلم عن الفورس والارم ولا بتكلم عن اي حاجه تانية، اي حاجتين معمول لهم ملتبلاي في بعض كده بيبقوا عكس بعض. the resistance arm is measured in meter، الارم بتتقاس بالمتر، اه دي ترو، لان الارم ده هي عباره عن distance زي اي ديستانس، فالديستانس بتتقاس بالمتر او الايه السنتيمتر، فانا ما اقدرش اعمل فولس انه مش حاطط لي السنتيمتر، لا عادي هو بيقول لي بالمتر اقول له اه بالمتر ترو. in the second lever the effort force or the effort arm is always longer than the resistance arm. طيب هو مش في السكند كلاس ليفر هو دايما بيعمل كونزرفيشن، اه فالايفورت ارم بيبقى كبير والايفورت فورس بتبقى صغيره، فده يعمل لي conservation ولا اه ده يعمل لي conservation، يبقى true مفهوم كده. طيب وافسرها بالرسمه برضو، هو في السكند كلاس ليفر هو الريزيستنس هنا ماشي كده، والفولكرم هنا او الناحيه التانية، والايفورت هنا، فالايفورت دايما هو الديستنس من هنا لايه للفولكرم صح، الارم بتاع الايفورت هو الديستنس من الايفورت للايه للفولكرم، فده معناه اهو ان هو دايما اطول من ايه، هو بيقول always longer than the resistance arm، والresistance arm اللي هو ده من الار للاف، فاه هو دايما بيبقى اطول منه، حتى لو عكسنا الفولكرم حطيناه هنا والايفورت حطيناه هنا. طب لو جبنا الفولكرم في النص هتنفع؟ اصلا مش هتنفع، لان مش هتبقى second class lever هتبقى first، فهمتوا كده الفكرة؟ طيب the resistance force is larger than the effort force in the third class lever. طيب مش الثيرد كلاس ليفر ده اللي هو always doesn't conserve، فبيقول لي resistance force بيبقى دايما اكبر من الايفورت فورس، لا اقول له false، ده هو طالما doesn't conserve يبقى الايفورت فورس دايما هي اللي اكبر ماشي كده، يبقى is always smaller than، اصغر من الايه الايفورت فورس، دايما الايفورت فورس هي الكبيره عشان كده دايما ما بيعملليش conservation. طيب some of the first class lever conserve effort while other don't، ايوه الفيرست شويه اه وشويه لا، شويه يعمل conservation وشويه لا، على حسب البوزيشن بتاع الفولكرم ماشي. in the wheel pro اللي هي second class lever the resistance arm is shorter than the effort arm. طيب احنا نرتبها كده، يعني ارتب
ترتبوا طريقتكم للحل، تقولوا هي سكند صح، ال will produce second. طيب ال second ده اكتب كده ان هو always ايه conserve. طب انا عشان اعمل always conserve لازم تبقى ال effort force صغيرة، يعني معنى كده ان لازم تبقى ال effort arm هي الكبيرة. فبيقول له in the wheelbarrow the resistance arm، resistance arm بتبقى قصيرة، معنى كده يعني ان ال resistance force كبيرة، يعني ال effort force تبقى صغيرة. يبقى هو كده بيتكلم true. يبقى تاني اهو ال resistance arm is shorter than the effort arm. طيب معنى ان ال resistance arm اقصر من ال effort arm، يعني ال effort arm كبيرة وال effort force بتاعتها تبقى صغيرة. خلاص وصلت لكده، ده فعلا ده صح. طب صح ليه؟ لان انا عارف ان ال second هو بيعمل conservation، conservation يعني ال effort تبقى صغيرة، ال effort force تبقى صغيرة، او ال effort arm تبقى كبيرة، يعني تحفظوها زي ما انتوا عايزين. In the third class lever the arm force may be equal to the arm of the resistance. In the third class lever the arm force may be equal to the arm of resistance. احنا نعملها كده علشان نشوف ال effort كده بتبقى هنا في ال third class lever، وهنا ال resistance، وهنا ال ايه ال effort. فبيقول لي the arm force، هو فين ال arm force؟ ال arm of force، ال arm of force يعني ال distance من ال من ال effort force لل ال fulcrum. دي ال resistance وال effort، دي عفوا ال fulcrum اهي، ماشي كده. طيب the arm of force يعني ال distance من ال effort لل fulcrum اللي هي دي، مالها بقى؟ may equal to the arm of resistance. يعني ال arm of resistance اللي هي من ال resistance لغاية ال fulcrum. ممكن تبقى، هل ال arm of effort ممكن تبقى equal لل arm of resistance؟ أقول له لأ، عمرها. ده دايما ال arm of resistance أكبر من ال arm of ايه of effort، ماشي كده. يبقى in the third class lever the arm of force may be equal to the arm of the resistance. لا اقول له never، never equal، وهقول لكم على تصحيح تاني برضو، never equal to the arm of resistance، عمرها ما تبقى ايه equal ليها. طيب امال امتى ممكن يبقى ال arm of force equal للايه لل arm of resistance؟ ده في ال first class lever. لو عملنا كده وحطينا ال fulcrum هنا وحطينا ال effort هنا وحطينا هنا الريزيستنس، ماشي كده، والفولكرم هنا، دي كده الارم بتاع الايفورت. ما هو الارم دايما، شوف الفولكرم فين وشوف هو بيتكلم عن ايه، يعني ارم اوف ايفورت يبقى من اول الفولكرم لغايه الايفورت كده، ارم اوف ريزيستنس يعني من اول الفولكرم لغايه الريزيستنس، يعني ابداوا بالفولكرم، ماشي كده. دايما في اي حاجه عايزين تقيسوا الارم ابداوا بالفولكرم وروحوا على الحاجه اللي بيقول عليها، يعني مثلا ارم اوف ايفورت ابداوا بالفولكرم وروحوا للايفورت، ماشي كده. arm of resistance ابدأوا بالفلكرم وروحوا للريزيستنس، فاه ممكن يبقوا equal. فالتصحيح التاني ممكن نقول in the first class lever the arm of force may be equal to the arm of a of resistance. فأدي تصحيحين، ماشي. hockey bat and tweezers have a mechanical benefit. الهوكي بات اللي هو سرد صح، والتويزر هو كمان سرد، هيبقى ميكانيكال بنفيت؟ لا، ده السرد ده عمره ما يبقى ليه ميكانيكال بنفيت. طيب احنا عايزين حاجة يبقى ليها ميكانيكال بنفيت، يبقى نروح على السكند، لان السكند كل اللي فيها ميكانيكال بنفيت، كل اللي فيها كونزرف ايفورت. وبالتالي مثلا ممكن نقول نوت كراكر و ويل بور مثلا، مفهوم كده. طيب مانوال بروم اند ايس هولدر دونت كونزيرف افورت. ليه؟ لانهم سرد فدونت كونزيرف خالص. ان نوت كراكر ذا افورت ارم از شورتر ذان ذا ريزيستنس ارم. طيب نوت كراكر ده سكند، فالافورت ارم يبقى شورتر؟ لا، انا اصلا عشان اعمل كونزرفيشن، ما هي سكند كونزرفيشن صح، فلازم يبقى الافورت ارم هو اللي كبير والريزيستنس ارم هو اللي صغير، علشان خاطر يبقى الايفورت فورس صغيرة
والريزيستنس فورس كبيرة، صح؟ يبقى the effort arm is أقول longer than. يبقى عشان أعمل conservation لازم الأرم يبقى كبير بتاع الإيفورت والفورس نفسها تبقى صغيرة، يبقى false. In soda water opener اللي هي برضو second the resistance form force is smaller than the effort force. طيب second the resistance force is smaller than the effort force. لأ ليه؟ علشان لازم الإيفورت فورس هي اللي تبقى صغيرة علشان أعمل conservation. طب هو هنا أنا المفروض أعمل conservation؟ اه، لأنه بيقول لي الصودا ووتر دي second، صح كده؟ فبالتالي ال correction the resistance force is larger than، أو طبعا أعكس هقول the effort force is smaller than، يعني أعكس الكلمتين دول أجيب دي هنا وأجيب دي هنا، بس الأسهل إن أقول إن ال resistance force بتبقى كبيرة وال effort هي اللي صغيرة. In the third class lever always أو the third class lever always save effort false. هي مين اللي always save effort؟ دي ال A ال second. وفي correction تاني ممكن أقول the third class levers never save effort، ما بتوفرش أبدا ال A ال effort. Write the scientific term of each of the following. The distance between the effort force and the fulcrum، يعني ال effort اللي هي ال effort اهي، ال distance between ال effort وال fulcrum اللي هي ال ايه ال force ايه arm او ال effort force arm. طيب the distance between the resistance force and the fulcrum، والتالي اسمها ايه resistance ايه arm. Force multiply its arm equal resistance multiply its arm equal أو equal law of levers. A force that increases when the effort arm is shorter than the resistance arm. الفرص اللي بتبقى كبيرة لما الفرص arm تبقى shorter than the resistance arm. ما هو لو الفورس ارم صغيرة يبقى ال effort force كبيرة، يبقى the force a force that increases when the effort force arm is shorter than the resistance arm هي ال effort force نفسها. اعرفها ازاي؟ اللي الارم بتاعه صغير الفورس بتاعته ايه كبيرة، فبيقول لي increases. A force that increases when the resistance arm هو اللي صغير يبقى ال resistance ايه force. A type of levers that always conserve effort or has a mechanical benefit هو اللي هو الايه ال second class lever. A type of levers that sometimes يبقى الايه ال first. type of levers that always doesn't save effort دايما ما بيعملليش conservation هو الايه third class lever. A type of levers that الشرطتين دول معناهم دي مكان كلمة class ودي مكان كلمة lever عشان تبقوا تكتبوها. A type of levers that sometimes its force arm is equal to the resistance اللي احيانا الفورس ايكوال الريزيستنس، هو عموما اللي sometimes ده دايما بتلاقوه الفيرست، ماشي كده؟ هشرح لكم الكيس دي طبعا، يبقى فيرست كلاس ليفر. الفيرست كلاس ليفر ممكن يبقى الفولكرم هنا والريزيستنس هنا ودي هنا، الايفورت هنا هعملها اي اف، فاحيانا بيبقوا ايكوال لبعض، ماشي كده؟ وبرده في الفيرست ممكن نلاقي الفولكرم هنا، فاحيانا نلاقي الايفورت طويل الارم طويل، واحيانا يبقى الفولكرم هنا فنلاقي ان الريزيستنس هو اللي ايه اللي طويل، ماشي كده؟ فعشان كده بيقول لي sometimes. انما في السكند والثيرد لا، هي كيس واحده اللي موجوده اللي هو اللي هي ايه اللي هي الريزيستنس هنا والفولكرم هنا والايفورت هنا، فدايما
انا مثلا عايز اجيب دلوقتي الفورس ارم مثلا اللي هي الديستانس، اروح على الفولكرم، انا عايز مين الفورس، يبقى اروح على الايفورت فورس اهو، ماشي كده. فدايما بتلاقوا ان الايفورت ارم هو اللي كبير، ماشي كده. طب الريزيستنس ارم من اول الفولكرم لغايه الريزيستنس، يعني اللي هو ده. فالكيس اللي بيبقى فيها بس سام تايمز هي الايه، الفيرست بار. A type of levers where the effort arm is always longer than the resistance arm. ده اللي هو الحلو بقى، ال always conserved ده، يبقى الايه، ال second. لان بيقول لي ال effort arm كبير، فمعنى كده ان الفرصة صغيرة، ماشي كده. فمين اللي دايما فيه كده؟ ده ال second. مين اللي دايما يعمل conservation؟ ال second. هو بيقول لي where always، ماشي كده. A type of levers where the effort arm is always shorter than the resistance arm. دايما ما بيعملش conservation، ما بيقول لي الايفورت ارم صغيرة وبالتالي الايفورت فورس كبيرة، صح؟ فبالتالي ده الايه، ده الثيرد كلاس ايه ليفر، دايما ما بيعملش ايه conservation. A type of levers where the effort force is always smaller than، دايما ال effort force بتاعتي صغيرة، يعني دايما بعمل conservation، ال effort force بتبقى صغيرة، صح؟ وبالتالي ده مين؟ ده ال ايه؟ ال second. A type of levers where the effort force may be longer، may be، ممكن وممكن، يبقى دي ال first على طول. هجيب حاجة اسمي بيها رقبتي. A type of levers where the effort force is always larger than the resistance force. Where the effort force، دايما ال effort، انت دايما ال effort force كبيرة، ماشي كده. طب دايما ال effort force كبيرة، يعني دايما ما بيعملش conservation، وبالتالي هو بيتكلم عن مين؟ عن سرد ايه؟ class lever. بعد كده they are simple machines that always save effort، ماشي. دي الليفرز، بس انا ما ينفعش اقول ان دي الليفرز واسكت. ليه؟ لان بيقول لي always save efforts. ما ال first وال second وال third، ال first sometimes وال third always doesn't save، وبالتالي هنا هنقول ال second class levers. مفهوم كده؟ complete the following statements. the law of levers states that، states that بيقول ايه؟ بيقول ان ال force multiply its arm equal resistance multiply ايه؟ its arm. طيب the effort of or the arm of force is the distance between، ال arm of force هي ال distance between، ادي ال fulcrum، يبقى between the effort force and the a the fulcrum، يبقى the effort force or effort force and fulcrum. the distance between fulcrum O، شفتوا fulcrum O أسهل لنا نعملها O، and the resistance R، fulcrum and the resistance is called A، is called the resistance arm أو arm of resistance. force arm multiplied arm equal resistance arm، خلاص resistance arm multiply أو resistance force multiply its arm، عفوا يبقى resistance multiply its إيه، its arm. the factors that determine the values of force and resistance are، الفاكتورز اللي بتأثر على
الفاليوز بتاعت الفورس والفاليوز بتاعت الريزيستنس. اللي بتأثر على الفاليوز بتاعت الفورس هي اللي جنبها، يبقى R arm of force and arm of resistance، كل حاجة بتأثر عليها اللي جنبها. When the arm of force equal to the arm of resistance, the space equal the space. لما ال arm of force equal arm of resistance يبقى ايه؟ يبقى ال force equal ال resistance. لما ده equal ده يبقى ده equal ده، يبقى the effort force equal ايه؟ resistance force. The arm of force is shorter than the arm of resistance. The arm of force is shorter than the arm of resistance. The space is larger than the space. لو الارم of force صغير يبقى the effort force هتبقى كبيرة، يبقى the effort force is هي اللي larger than the resistance force. طالما ايه الارم of force ايه هي اللي صغيرة، يبقى ال resistance force يبقى ال effort force هي اللي كبيرة. The effort force is measured in أي force measuring in a newton. The resistance arm is measured أي arm measured in a centimeter or meter. When the force arm is cm هي اسمها ايه؟ سنتيمتر، صح؟ فال cm ال c هي اول لتر في سنتي، وال m هي اول لتر في متر، فبناخد ال c وال m فبتبقى سنتيمتر، ماشي. When the force arm is longer than، لما الفورس arm يبقى كبير، the space is smaller than the space، مش الفرصة arm هي اللي كبيرة، يبقى ال effort force هي اللي صغيرة. طالما الفرصة arm كبيرة يبقى ال effort force ايه؟ أصغر من ال resistance force. When the force arm is equal to the resistance arm, the lever doesn't conserve a effort. ما بيحافظش على ال effort، ما بيوفرش effort. وبنقول عليه has not mechanical benefit. ملوش فايدة، ما هو أنا ما وفرتش حاجة. The effort force is larger than the resistance force. When space is longer than space, ال effort force كبير. لما مين يبقى أطول من مين؟ لما ال resistance arm هو اللي يبقى كبير. أنا جبتها إزاي؟ هو بيقول لي ال effort force كبير، صح؟ وال resistance force صغيرة، فلازم يبقى ال resistance arm هو اللي كبير، صح؟ علشان ال resistance force صغيرة فيبقى ال resistance arm is longer than effort force arm، أو الفورس arm على طول. The force and the resistance are equal in levers if the force and the resistance بيبقوا equal إمتى؟ فين اللو؟ ال force وال resistance equal إمتى؟ لما ال arm of force equal ال arm of resistance. يبقى if the force arm equal to resistance A arm. انتوا لازم تكتبوها resistance وتكتبوها arm بس عشان المساحة، ماشي. The lever conserves effort when space arm is longer than space arm. انتوا ممكن تثبتوا حاجة واحدة، يعني تثبتوا في مخكم مثلا ان هو بيوفر effort امتى؟ لما ال effort arm يبقى كبير، لأن معناها إن ال effort force صغيرة،
صح؟ يبقى وين ذا ايفورت ارم يبقى كبير، معناها ان الايفورت الفورس هي صغيره، ماشي؟ فممكن تثبته في دماغك ان كونزيرف لما الايفورت ارم يبقى كبير، او لما الايفورت فورس تبقى صغيره، بغض النظر عن الحاجه التانية. The lever doesn't conserve effort when the space arm is shorter than، لما يبقى مين اللي قصير doesn't conserve، يبقى لما يبقى ال effort arm صغير يبقى هو كده doesn't conserve. ليه؟ لأن لما يبقى ال effort arm صغير معناها ال effort force المجهود اللي هعمله كبير. The only type of levers where the arm of force and the arm of resistance are equal is the، ما بلاقيش حاجة زي كده غير في الايه، في ال first class lever. في ال second زي ما رسمتها ورا، لو عايزين ترجعوا ليها ايه، هتلاقوا ان في ال second وال third عمرهم ما هيبقوا equal. There is a conservation of effort in the first class lever if there is a conservation of effort in the first class lever. if ايه بقى؟ لو مين، هو عموما there is a conservation لو مين اطول من مين، لو ال effort arm is longer than ال ايه ال resistance arm، لان ده معناها ان ايه، ها، ان ال effort force صغيرة. the type of levers that always conserves effort is، بالمناسبة كنت بتفرج على حلقة النهاردة لأحمد أبو زيد بتاع دروس أونلاين، وكان بينطق الكلمة ديت ب always always، والفكرة إن مع كونه هو أصلا متخصص في اللغة الإنجليزية وبيعلمها، فدي حاجة مفروغ منها إن نطقه صحيح، ان حتى طريقة النطق جميلة. ما احنا بنقول always اللي هي دايما، ماشي كده؟ ولو اتجزأت ل always يعني ممكن تكون اختصار ل all we ways، بكل الطرق، فبكل الطرق هي بتدي نفس كلمة دايما. يعني انا لما اقول انا بكل الطرق او في كل الاحوال هروح لاخويا مثلا، مفهوم؟ فقريبة جدا من مفهوم دايما، ماشي كده؟ فسواء بقى هي always أو always فهي تعني دايما. The type of lever that always conserves effort is، اللي دايما بتعمل conservation هي الايه، ال second، واللي دايما ما بتعملش هي ال third، يبقى ال second class lever. While the type of lever that doesn't always conserve effort، أو ممكن يقول لي never conserve effort is third class lever. طيب ها، the first class lever have no space benefit، اسمها ايه؟ اسمها mechanical benefit. بصوا ال mechanical benefit هي بتتقال على اي device، جميل، علشان نوصف الناتج بتاعه، الفايدة اللي بيطلعها. benefit أصلا اسمها فايدة، و ميكانيكال جاية الترجمة الحرفية بالعربي ليها فائدة آلية، ماشي؟ فبيقولوا إن الآلة تبقى ليها فايدة لو كانت المجهود اللي ببذله فيها صغير وبتطلع لي ناتج كبير، مفهوم كده؟ ولو عايز اقيس الميكانيكال بينيفيت بتاعت اي حاجه بشوف اللي دخلته ليها قد ايه واللي طلع منها قد ايه، ماشي؟ مفيش حاجه الميكانيكال بينيفيت بتاعتها بتبقى 100%. يعني على سبيل المثال، لو انا عندي آلة بتطلع فشار، ماشي كده؟ فالاحتمالات ان ايه، ان مثلا لو الميكانيكال بينيفيت دي بتاعتها 100%، لو كفاءتها او الفايدة بتاعتها 100%، هدخلها 10 حبات تطلع لي 10 حبات في شغل، صح؟ وفي الغالب حاجة زي كده ما بتحصلش. او الاحتمال التاني ان ادخلها 10 تطلع لي 8، فاقول ان الفايدة بتاعتها هي 80%،
ماشي كده، لكنه من المستحيل ان انا ادخل لها 10 حبات تطلع لي 11، صح كده؟ فهي اما تبقى 100% ودي حاجه ما بتبقاش موجوده في الحقيقه قياسا على الالات العاديه، او بتطلع لي اقل منها لكن ما تطلعليش اكبر من الايه ال 100%. هتفتكروا الكلام ده ان شاء الله لما هتاخدوا حاجه زي كده مثلا في secondary 2 او تانية ثانوي، هتاخدوا حاجه زي كده. طيب when the force arm is shorter than the space arm، when the force arm is shorter than the resistance arm، لان ده معناها ان ال effort force هتبقى كبيره. or when the two arms are equals، لما يبقوا قد بعض بالظبط، ده معناها ان الفورس ارم ايكوال ايه الريزيستنس ارم، او الفورس ارم ايكوال ريزيستنس ارم، ده معناها الايفورت فورس ايكوال ريزيستنس فورس. In first class levers when the effort force is space the resistance force the lever has a mechanical benefit. لما تبقى الايفورت فورس ايه سمولر زين صغيره، ده معناها ان هي كويسه كده، دخلت لها حاجات صغيره طلعت لي حاجات كبيره. ماشي. In the first class levers when the effort force is equal to the resistance force the lever space effort. In the first class lever when the effort force is equal to the resistance force. طب انا كده ما عملتش حاجة صح، يبقى the lever doesn't ايه effort doesn't conserve effort، ما بيحفظليش او ما بيوفرليش الايه المجهود بتاعي. The second class lever has a mechanical benefit because space is longer than space. انا عايز مين يبقى طويل، عايز ال effort ايه arm او ال effort force arm، هي بتتكتب effort force arm or force arm على طول، is longer than the resistance arm. طيب in the space levers the effort force is always smaller than the resistance while. خلينا نبدأ دي في انهي ليفرز ال effort force دايما بتبقى صغيرة، فأقول له في ال second علشان ده ال second ده اللي دايما بيعمل لي conservation، فأيوه ال effort بتبقى صغيرة. while in the space levers the effort force is always larger than، اللي always larger than في ال third عشان كده always ما بيعملليش ايه ما بيعملش conservation، هتكتبه بعد third class. will borrow اللي هي second has a mechanical benefit at it is second علشان هي ايه second class lever. اعتمادا طبعا على الدرس اللي فات تعرفوا ان will borrow ايه second. in stapler and nutcracker borrow second the space is longer than space the بصوا طالما بيقول لي longer فبيتكلم على distance، ماشي، بيقول لي larger و smaller فبيتكلم عن effort، لما يقول لي longer يبقى يتكلم عن distance، يعني ايه distance؟ يعني بيتكلم عن arm، يبقى the effort arm، عفوا بقى هنكتب effort force arm or force arm على طول، انا احب اكتبها على بعضها effort force arm is longer than the resistance arm طبعا علشان يعمل لي conservation. tweezers and coil holder third class lever haven't a mechanical benefit because A is shorter than A. انا عايز ملهاش صح، فلازم يبقى shorter برضو بيتكلم عن arm، فاقول له يبقى طالما هي ملهاش يبقى ال force arm هو اللي صغير، يبقى because force arm is shorter than the resistance arm، وطالما الفورس ارم صغير معناها ان الفورس كبيره، الايفورت فورس كبيره، فده ما بيعمليش conservation. levers don't conserve effort because the arm of resistance always longer than دايما دايما على طول يبقى الايه السرد. وش معنى دايما السرد اصلا؟ هي دايما هي اما السكند اما السرد، بس هو ده دايما دونت كونزيرف، التاني دايما كونزيرف في السكند. the lever conserves effort when its force arm is longer than، لما الفورس ارم يبقى كبير او الفورس ايه تبقى صغيره.
يبقى longer than the resistance arm and the force is أقول smaller than. يبقى أنا لما أعبر عن الفرصة أعبر ب smaller و larger، لما أعبر عن ال distance أو ال arm أعبر عن longer أو shorter، لأن بنقول مسافة طويلة ومسافة قصيرة المفروض يعني. when the length of the resistance arm and the effort arm equals 5 سنتيمتر، when the length of the resistance arm and the effort arm equals لبعض 2 نيوتن، so the effort force equal، عفوا تاني، when the length of the resistance arm equal to 5 سنتيمتر، كذلك الـ effort arm هو كمان equal to 5 سنتيمتر. طيب بيقول لي and the resistance، الفورس بتاعت الـ resistance equal to، so the force the effort force equal ايه؟ equal to هي كمان نيوتن. طب equal to ليه؟ لأن طالما دي equal دي يبقى الـ resistance force equal الـ ايه؟ الـ effort force. شوفوا كده، عشان أنا قلت لكم لو الـ الـ arm اللي هو equal 5 سنتيمتر وده هو كمان equal 5 سنتيمتر، فده معناه لو ده equal ده يبقى ده هو كمان equal ايه؟ equal ده، فلو ده 2 نيوتن يبقى ده هو كمان 2 نيوتن، لو ده 2 نيوتن يبقى ده هو كمان ايه؟ 2 نيوتن. when the effort force equal 20 نيوتن، ال effort force equal 20 and the resistance ال R equal 8 نيوتن and the effort force arm يعني ال arm equal ال R، ال arm بتاع ال R equal 4، so the resistance arm هو بيقول لي ال effort، عفوا، so the resistance arm equal. طيب اروح انا قايل له كده ان ال effort force multiply its arm equal resistance force multiply its arm. تعالوا بقى، when the effort force equal 20 newton، ال effort force equal 20 multiply and the resistance is 8 نيوتن، فالريزيستنس نيوتن فبيتكلم عن الفرصة اهو، فاروح على الريزيستنس واكتب ان هي 8 برضو ملتبلاي وادي ايكوال، هشوف اهو اند ذا ايفورت فورس ارم ايكوال 4، الايفورت فورس ارم ايكوال 4 اهي، فعايز ايه؟ عايز الارم بتاع المين؟ بتاع الريزيستنس. طيب اعرفوا بقى كده بعملها ازاي علشان تبقى سهلة، انا دلوقتي مين المطلوب؟ الارم ده، فبعمل divide للتو سايدز بالشكل ده كده، هعمل لهم divide على حاجة، يبقى تاني أنا المطلوب هو الأرم، فبعمل divide للتو سايدز على حاجة، على حاجة اللي هي مين؟ على اللي جنب الأرم، يعني أنا مثلا عايز الأرم أعمل divide على اللي جنبها اللي هي إيه؟ 8، وأعمل هنا divide على 8 تاني، أنا دلوقتي عايز الحاجة دي فبعمل divide للتو سايدز سايدز على الحاجة اللي جنب الأرم. الحاجة اللي جنب الارم 8 بعمل ديفايد على 8، الحاجة اللي جنب الارم 6 بعمل ديفايد على 6 وهكذا، ماشي؟ ليه بقى؟ علشان هتشوفوا ان ال 8 دي هتروح مع ال 8 دي، ويبقى الارم اللي انا عايزه بقى الواحدة اهو ايكوال ايه بقى؟ 20 ملتبلاي 4 اوفر ال 8. تشتغلوها بقى على الكالكوليتور لو مسموح لكم، تشتغلوها على بايديكم برضو عادي، اقول 4 ملتبلاي يعني اعمل كده اهو 4 ملتبلاي 20 تديني 80 اوفر 8 تديني ايه؟ تديني 10 سنتيمتر، ماشي كده؟ انا عملت 4 ملتبلاي 20 ازاي؟ عملت كده اهو، قلت 4 ملتبلاي 20 4 ملتبلاي 2 تديني 8 وادي 4 ملتبلاي 0 تديني 0 فادي 80 اوفر ال 8 80 اوفر 0 اوفر 8 احط ال 0 8 اوفر 8 اوفر 8 تديني 1 فادي 10 سنتيمتر اهو، تاني اهو 80 ملتبلاي 0 ماشي كده؟ 80 ملتبلاي 8 بعمل ايه؟ احط الزيرو ده واقول 8 هي دي 80 اوفر 8، انا خلاص عايز انام 80 اوفر 8 ماشي كده؟
هعمل ايه؟ احط الزيرو واقول 8 اوفر 8 تديني ايه؟ 1. فادي ايه؟ 10 سنتيمتر. ماشي، يبقى ايكوالز ايه؟ 10 سنتيمتر. المهم تعرفوا الستيب دي لانها تعتمد عليها لغايه اما تخلصوا دراسه. ماشي كده، ان الحاجه اللي انا عاوزها بعمل ديفايد على اللي جنبها، بعمل ديفايد لمين؟ التو سايدز على اللي جنبها. ماشي كده، في الفيديو الجاي ان شاء الله هحل معاكم الايه ده البروبلمز دي. ماشي.